عندنا في السعودية كلاسيكو الهلال والاتحاد، أي مباراة كبيرة ثانية لا تسمى كلاسيكو. النصر والهلال ديربي، أهلي والاتحاد ديربي، رائد وتعاون ديربي، أي فريق يلعبون في نفس المدينة ديربي، حتى هلال والشباب، نصر وشباب. لكن كلاسيكو لازم يكون في مباراة واحدة اسمها الكلاسيكو، بين الفريقين اللي حققوا أكثر بطولات، الفريقين اللي حققوا أكثر دوري، الفريقين اللي يعني وما يكونوا في نفس المدينة. يعني لازم تجمع الثنتين مع بعض، إنه الفريقين مو في نفس المدينة وهم الأكثر تحقيق البطولات. طيب أنا عندي الفريق الأكثر تحقيق البطولات في السعودية الهلال، فخارج مدينة الرياض من الفريق الأكثر تحقيق البطولات الاتحاد. إذا الهلال والاتحاد هذا الكلاسيكو.